مساء الخير أصدقائي، اليوم فيديو جديد من شركة XLN Audio. هي عبارة عن مكتبة اسمها XO، مكتبة غنية كتير بلوبات أو إيقاعات أو طبلات، يعني خاصة بالطبلات، ما فيها أكورات شغلات هيك، بس يعني لوبات كتير حلوة فيها ومجموعة كبيرة كتير. راح اسمعكم كم لوب او كم ايقاع او طبلة مشان تسمعوا قبل ما اشرح لكم كيف التنزيل. هون عنا واجهة البرامج، هي برامج خاص للمكاتب يعني، ومكاتبها طبعا ضمنها يعني من الشركة. مثل ما سمعتوا كل هدول الطبلات يعني، سمعتوا كيف الطبلات يعني هيك على السريع، كل هدول الطبلات وفيها لوبات جاهزة كمان راح اسمعكم. طبعا بالكيبورد يعني كل لوب لها طبلات خاصة كمان، لها يعني نفس اللوب، نفس الإيقاع. هي نفس الإيقاع. هون طبعا فيكم تبدلوا الأرضية كمان، يعني فيها كتير طبلات مثل ما سمعتوا. شوفون بالزاوية أنا غيرت الأرضية الدمنة والتك، هون فيك تعدل على كيفك، توطي وتعلي او يعني مثلا تعدل بالايقاع نفسه، يعني تشيل السمبال، تشيل التك، تشيل الدمي، او تغير كل شيء فيه. يعني هي غنية كتير المكتبة بصراحة، كتير حلوة وطيبة كتير، فيكم تستفادوا منها كتير. طريقة الحفظ كمان بيجي ميدي وأوديو، يعني طريقتين فيك تستعملهم ضمن برامج كيوباس أو أي برامج ستوديو. مثل ما سمعتوا هون راح هون عندي ملف البرامج أو ملف المكتبة، راح أشرحها كيف تنزلوها. هون عنا ملف السيت أوب، ملف السيت اوب تبع التنزيل. هون اصدار تبعها 1.4.5.9. انا عندي جاهز، ما راح نزلها بس راح افرجيكم كيف التنزيل. يعني هون عندي تشغيل على اي حال، راح تنزلوها هاي سيت اوب البرامج. هون اللوجو تبعها هيك اكس او بينزل معكم، بس ما بده يشتغل لانه فيها كيجن الكراك وفيها البيتش. هون عنا شغلوا الكيجن جيتس، يطلع لكم هذا الصوت بعدين بعدين تطفوه. هلا الكيجن صار جاهز. في عنا هون ملفين، الاب والسون داتا، تنسخوا هالملفين نسخ جهاز الكمبيوتر. هون عنا قرص المحلي، قرص السي، في عنا بروجرام داتا، تنزل لاخر شيء في عنا اكس ال ان اوديو، بتفتحوها لاخر شيء في اكس او. هون عنا تنسخوا هالملفين، هون نسختوا من هنيك، تعملوا لزق هون
بيجي ملفات او البيتش تبعه هون او الليبرز يعني السندات المكاتب يعني بتشيلوها وبعدها تعملوا اكس او ليبرسي تعملوا اوكي وفيكن هلا تشغلوا البرامج براحتكم ما عندها اي مشاكل البرامج جاهز.